السلام عليكم يا متابعيني الحلوين. هاليوم جبت لكم وصفة من المطبخ التركي وهي البوتشة التركية. شوفوها شي رهيب ويجنن، شوفوها شلونها من الداخل تجنن. فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة تحضير البوتشة التركية. المواد اللي يحتاجها لتحضير وصفتنا لهذا اليوم، عندي هنا هذا 250 غرام من الزبدة، هذا بحرارة الغرفة. 2 عدد بيض، أعزل الصفار عن البياض، أستخدم البياض للعجين والصفار أتركه لدهن الوجه المعجنات. أحتاج 2 ملاعق أكل من اللبن أو الزبادي أو الياغورت، 2 ملاعق أكل ونصف من السكر، 1 كوب من الحليب الدافي، 1 كوب من الماء الدافي، 1 خميرة، شوفوا 7 غرامات هذه الخميرة، ما تعادل 2 ملاعق طعام من الخميرة، وأحتاج 2 ملاعق صغيرة من الملح، والطحين 5 أكواب من الطحين راح أستخدم منها، اللي يعني راح يكفي للعجينة، وراح أكتب لكم المقادير بصندوق الوصف. أول شيء أخلي الحليب، تقدرون تعجنوها بالإيد أو بالعجانة، هذا الشيء يرجع لكم مثل ما أنتم تريدون. أضيف الخميرة، ضفت 1 كوب الحليب، ضفت 1 كوب الماء الدافي، وأضيف الخميرة، أضيف السكر، بعدها أضيف اللبن أو الزبادي أو الياغورت، أضيف بياض البيضتين، وأخلط هذه المواد مع بعض. بعدها أضيف الطحين، أضيف 1 كوب من الطحين، الثاني، الثالث، الرابع، أضيف 2 ملاعق صغيرة من الملح والزبدة. الزبدة لازم تكون بحرارة الغرفة. أضيف 1 كوب من الطحين. الأكواب اللي دا أستخدمها مقياس 250 ملي حتى تعرفون. أضيف 1/4 كوب من الطحين، يعني 6 أكواب طحين خليت لهذه الوصفة، واستمر بعجنها إلى أن ما تصير عندي عجينة، يعني ما أريدها هشة ولا ميانية، أريدها متوسطة، هو هذا المطلوب. هكذا انتهيت من تحضير العجينة، شوفوها شلونها بهذا الشكل، أريدها للعجينة، راح أتركها إلى أن ما تختمر وأرجع لكم، أغطيها وأتركها تختمر وأرجع لكم. بعد ما تركت العجينة تختمر، شوفوا شلون وضعف حجمها، راح أفرغها على بورد خالة عليه طحين. عجينة مثل الشمع يعني تجنن هذه العجينة. حاول أقطعها للعجينة إلى 25 قطعة مو أكثر، حتى لا تصير يعني لا تنشف عندنا من نسويها، من نشويها، خصوصا من نشويها بالفرن. أشكلها على شكل كرات صغيرة وأتركها على جهة، مثل ما قلت لكم أسويها، أحاول أسويها 25 قطعة، يعني أقص منها زيادة وأطلع 25 قطعة وأحضرها، أشكلهم كلهم على شكل كرات وأرجع لكم.
بعد ما تركت العجاين ترتاح افتحها بهذا الشكل واحشيها. عندي هنا هذا الجبن، هذا الجبن خلطت معاه القليل من البيض حتى لا يعني يطلع الجبن من المعجنات، واحشي هذه المعجنات احشيها بالجبن، بعدها اغلقها بهذا الشكل. بعد ما غلقتها اجيب اي ملعقة عندي تكون اسطوانية واضغط عليها بهذا الشكل كأنما دا اقسمها بالنص واخليها بالصينية، صينية الفرن، واستمر بهم كلهم نفس هذه الطريقة الى ان ما انتهي منهم كلهم. اجيب واحدة ثانية احشيها، أصفهم كلهم بالصينية وأتركهم يرتاحون، وبعدها أسخن الفرن درجة حرارة 210 وأدهنهم بصفار البيض وأدخلهم بالفرن وأرجع لكم. بعد ما تركت العجاين ترتاح شي ربع ساعة راح أدهنها عندي هذا صفار البيض. هكذا انتهيت من تحضير وصفتنا لهذا اليوم، البوتشة التركية، هو هذا شكلها النهائي والأخير. أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، ولا تنسوني بلايك، وأيضا تدعمون الفيديو تشاركوه مع أصدقائكم، وأترككم بأمان الله إلى أن ما نلتقي فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.